نزهة في الهواء الطلق، لكن خلال هذه النزهة أمارس الرياضة أيضاً. لو رأيتم أن الرياضة داخل النوادي مملة، يمكنكم الآن استحاب هذه الآلة إلى الخارج، وهذه الفئة من العجلات لا تستوجب الدفع ويمكن السير فوقها في نفس الوقت. قبل ساعات في مدينة أوتريش الهولندية، أريد هنا استئجار لوبيفيت، فالتقيت روب فان أوين الذي سيساعدني برحلة الأولى بها. العجلة تتحرك من خلال الوقوف فوقها، وهناك محرك كهربائي يدفعها للأمام. لما لا تتنزه بشكل طبيعي؟ لأنك ستسيرين مع لوبيفيت بسرعة تصل إلى 25 كيلومترا في الساعة، وهذا أكثر متعة من المشي بإيقاع عادي. طرح الجهاز عام 2014 في الأسواق، لكنه بدأ الآن بالانتشار عالميا، ليس فقط في أوروبا والأمريكيتين. كوميدي أمريكي نشر فيديو على موقعه في الفيسبوك وشاهده 80 مليون شخص. منذ ذلك الحين ازداد الطلب على الجهاز حسب ما يقول المصنع. فعلى سبيل المثال، يعتبر لوبيفيت الأكثر انتشاراً في قطر، ربما لأن استخدام الدراجات الهوائية للتنقل صعب، لكن هذه الآلة لا تتطلب ملابس خاصة، ونجاح الجهاز كان مفاجئاً للمخترع الهولندي. في بدء الأمر واجهتنا صعوبات كبيرة نتيجة ارتفاع عدد الطلبيات، وذلك في وقت كنا فيه في مرحلة الإنتاج الأولية. وما يتقنه الآخرون في بقية العالم سأقوم به أيضا. وبحسب استطلاع للرأي قامت به الشركة، فإن 30% من بين 500 مشارك تمكنوا من استخدام العجلة دون صعوبات، و10% وجدوا صعوبة في استخدامها. يبدو أني من بين 60% الذين احتاجوا دقائق فقط. إنها سريعة جدا، لكن علي متابعة التجربة، واخترت يوما كاملا للتجول بهذه الدراجة. لا أحتاج هنا لرخصة قيادة أو خوذة، وقد تبين لي على الشوارع الجانبية أنني حتى وإن لم أسر فوق الدراجة إلا أنها تتابع السير. سأنتقل الآن من الطبيعة إلى زحمة المدينة، وسأجرب مهارتي في القيادة داخل شوارع مدينة أوتريشت. معروف عن الهولنديين أنهم شعب الدراجات الهوائية، ومنظر دراجة لوبيفيت غير مألوف عندهم بعد، وهو ما يثير فضول المرة هنا. بعد انتهاء الرحلة أشعر أنني لا زلت أثير الانتباه، وعلى الرغم من عدم بذل المزيد من الجهد إلا أنني تجاوزت سائقي الدراجات الهوائية، والبعض تجرأ وتحدث معي بسبب رغبتي في خوض التجربة. ليست خطيرة، أنا مؤمنة صحيا. ولإرضاء فضول الكثيرين سمحت لسيدة بكعب عالي بقيادة الدراجة. بعدها أظهر أهالي المدينة والسياح حماسا لخوض التجربة. علي القيام بحركتين مختلفتين. رائع أن تسير فوق الدراجة، جميلة وسريعة، أصعب مما كنت أتوقع، معقدة بعض الشيء. الأمر يحتاج بالتأكيد إلى التمرين، لكن سيكون من الصعب تذوق الآيس كريم فوق دراجة هوائية. كانت هذه أسرع وأمتع نزهة قمت بها في حياتي، ولم أسر يوما ما على قدمي بهذه السرعة. مهما كان ركوبها ممتعا، لن تتمكن دراجة لوبيفيت من دحر الدراجات الهوائية التقليدية من شوارع هولندا.